السحر هو أكبر بوابة لدعوة الناس إلى الشرك بالله، لأن الساحر عبد عند من؟ عند الشيطان، ويريد يعبد الناس عند هذا الشيطان كما هو عبد. ونحن لا يمكن أن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيضع ويصنع أشياء يلبس بها على الناس، يكتب أشياء في الرمال أو يخط بعض الخطوط أو ينظر في الكف ويقول هذه الأشياء لم يخلق الله سبحانه وتعالى سدى. هذه النجوم لا يمكن أن أطلع النجم إلا له علاقة بالحوادث الأرضية. سبحان الله، كيف هذه مخلوقات، كيف يكون لها تأثير في هذا الكون؟ كيف يكون بيدها جلب المنافع ودفع المضار؟ خلق الله سبحانه وتعالى النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافر يستدل على الشمال والجنوب، فمن تأول فيها غير ذلك، غير هذه الأشياء الثلاثة، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.